الكهرباء يهزم أمانة بغداد بركلات الترجيح ضمن بطولة كأس العراق. نتابع. أحب أشكر اللاعبين اليوم على اللي قدموه، يعني قدموا مباراة ممتازة. أعتقد ركلات الترجيح يعني ركلات الحظ، اليوم ما يعني ما حالفنا الحظ كم كرة، بس أنا أحب أشكرهم على هذا الأداء الرجولي. المباراة كانت صعبة، أجواء حارة جدا غير مثالية للعب كرة القدم. نحمد الله ونشكره، ضربات الترجيح كانت تعرف ضربات حظ، الحمد لله الحظ اليوم وقف ويانا. طبعا مبروك الكادر التدريبي، مبروك للإدارة اللي ما بخلت وساندتنا بكل القوة، مبروك لجميع اللاعبين الحمد لله والشكر. هذا لك الفريق بغداد اجتهد، مباراة مثل ما شفتوها ندية قوية، حاولنا نخلصها قبل ركلات الترجيح لكن ما حالفنا الحظ، او يعني ما كان بيومنا يعني، الحمد لله والشكر فزنا.